شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم دليمية عراقية على اصولها، وراح تعجبكم حيل بطريقة سهلة والكل يقدر يسويها. حياكم الله ويا اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد، واليوم راح نسوي دليمية العراقية على اصولها. اهم شي تكونون جوعانين وجاهزين، ونبلش وصفتنا لليوم. عندي هنا كيلو لحم، والبهارات اللي راح استخدمها هيل، فلفل اسود، قرنفل، دارسين، وزنجبيل. طبعا هاي كل المواد راح استخدمها على مود ما تدوخون بالطبخة وتكون جاهزة عندكم قبل التحضير. هنا أنا عندي ورق الغار، بهارات اللحم ملعقتين كبار، بصلايتين كبار نقطعهم على شكل شياف. هنا أنا عندي تكملة البصل وثلاث فصوص من الثوم. هاي المواد كلها تكون جاهزة عندنا قبل ما نحضر الأكل. هنا عندي ملعقة ملح، نومي بصرة مطحون، وهنا أنا عندي نص ملعقة كركم، ملعقة شكر كبيرة راح استخدمها للحم، بعدين أقول لكم بشنو راح تفيدنا. وهنا أنا عندي شعرية، طبعا الكمية اللي انتو تحبوها، اكو يحبون يخلون على الدليمية هواية شعرية، واكو يخلون وسط. وهنا عندي كيلو تمن بزمتي، طبعا بالدليمية التمن البزمتي يطلع فتشي يعني خيالي، تقدرون تستخدمون اي تمن بس البزمتي يكون دائما مميز بالدليمية. وهنا عندي فستق راح استخدمه لتزيين الدليمية، وتقدرون تستخدمون اي مكسرات انتو تحبوها. هنا أنا راح اجيب جدر خليه على النار، وننزل اللحم. بالاول راح اسلق اللحم واذب الزفرة مالته، وراح اطبخه بطريقة مميزة وحلوة. بالاول راح نخلي مي نغطي اللحم، طبعا دائما من تريدون تسلقون شي او تضيفون شي للاكل استخدموا مي دافي. استخدمت مي دافي، ثلاث قلاصات مي دافي، ونخلي اللحم نفوره. بس شنو هسه راح اقول لكم شنو تخلون اللحم بحيث يصير كلش طري ومرتب. طبعا اكيد راح نخلي ثوم، بصل، فتفص ثوم، شويه بصل، هذا مو السوب. هسه احنا راح نذب زفره اللحم ونطري اللحم، بعدين راح نحمس اللحم ونطبخه. هاي معلقة شكر كبيرة، هذه راح تساعدكم انه اللحم شوية يكون طري. نغطيه ونخليه يفور مدة ساعتين بالضبط على نار هادئة. طبعا هنا انا عندي جدر راح اخلي بيه ربع كوب زيت، دارسين، قرنفل، هيل. بصل فتشي قليل جدا، راح ننزل التمن البزمتي ورا ما غسلناه ونقعناه شوية. نقلب التمن زين ويا البهارات اللي خليناها، مي دافي. نفس ما قلت لكم دائما بالطبخ نستخدم المي الدافي، نخلي مي على صفحة نفور في الجدرية، ونستخدم دائما بالطبخ المي الدافي، لا تكثرون بالمي على التمن، اصبع واحد فوق مستوى سطح البحر ممتاز، يعني اصبع واحد فوق التمن، انسوا البحر ما عليكم البحر، اصبع واحد فوق التمن كافي. نخليه اول ما يفور عندنا نهدره، اكيد راح نخلي شوية ملح، فتخاشوقة ملح بس مو كبيرة عادية، أنا بدل ما يكون عندكم مالح. نقلب التمن شوية، بعدين نغطيه ونخليه يفور، ونخليه على التهدير ويكون التمن جاهز، خاصة التمن البزمتي ما يتعبكم. نبدأ هسه نجهز الشعرية، ربع كوب زيت، ننزل الشعرية ونبقى نقلب بيها لحد ما يكون عندنا لون الشعرية الذهبي، يعني لا جوزي محترق ولا ذهبي فاتح، لون متوسط
هسه راح نقلبها واشوفكم شلون اللون راح يكون. راح تكون بهذا اللون، بعدين نخلي عليها شويه رشه ملح، واني راح اخلي شويه دارسين مطحون ينطي الطعم كلش طيب. فشي بسيط، تخلون عليها دارسين، تقلبوها شويه. وهسه نجيب المي الدافي. هذا الفيديو برعاية المي الدافي، هواي قلت لكم لازم تستخدمون المي الدافي، بس صدق يعني الاكله اذا انتم تخيلوا فتشي حار تذبون عليه مي بارد شي يصير يسوي تش يعني تخرب الاكله. فدائما نستخدم مي دافي بالطبخ، وخاصه هيك طبخات عراقيه حلوه مرتبه. فهسه ايش راح نسوي؟ احنا راح نخلي مي دافي فوق الشعريه ونخليها تفور على نار متوسطه لحد ما تكون عندنا جاهزه. بس اهم شيء لا حد يقول لي ليش ما خليت كشمش وليش ما خليت اي مواد اضافيه، لانه الدليميه العراقيه تكون بهذا الشكل. اذا خليت لها كشمش فهذا برياني مو دليميه. الدليميه تحب شعريه وشويه مكسرات فستق، يعني اذا تحبون نضيفهم. هنا تمن بزمتي جاهز عندنا، نقلبه شويه وراح نسوي فد شيء كلش مميز وينطي طعم خرافي. ايش راح اسوي؟ زبده موحه وانزلها فوق التمن من يستوي عندنا، وبعدين نغطيه ونخليه على نار هادئة شوية ونطفيه. راح ينطي عندكم فد نكهة وريحة للتمن مو طبيعية. هسه ننتقل إلى المرحلة الأهم، جدر ننزل بيه نص كوب زيت، وننزل البصل والثوم ورق الغار، ونبدأ نحمس المواد. وأكيد راح نبدأ ننزل البهارات أهم شيء. هنا عندنا الدارسين، الزنجبيل، الهيل، القرنفل، كلها راح نحمسها زين ويا البصل بالجدر. وأكيد ما ننسى النومي بصرة ينطينا شوية حموضة للسوب، وتقدرون طبعا تخلون النومي بصرة صحاح يعني ما عندكم مشكلة، بس أنا أحب أخلي النومي بصرة شوية مطحون يعني ينطي طعم كلش طيب وبدون الفصم. نبدأ ننزل اللحم ونحمسه زين، حمس زين يعني مو هيك، يحتاج لحمس زين على مود ينطي فد نكهة طيبة. ننزل بهارات اللحم، طبعا هاي بهارات اللحم مشكلة فد شي كلش طيب ريحتها خرافية. وننزل نص معلقة كركم نفس ما قلت لكم، ونبدأ نحمس اللحم زين بالجدر. نبدأ نضيف المي الحار، هذا المي فورته يعني مو بالدافي، مي فورته خليته على صفحة على مود اضيفه للسوب مال اللحم. ونضيف المي 3 لترات مي، ملعقة ملح، ونقلب اللحم زين، وبعدين نخلي القبق ونعوفه ساعتين براحته خليه يستوي ويكون عندنا سوب مضبوط. هسه نبدأ نجهز صينيتنا، ونجيب الخبز العراقي مال التنور، ونبدأ نثرد الخبز بالصينية. أنا راح أقدم الدليمية بالصينية، لأنه تعرفون إذا عازمين أحد وتقدمون له هيجي صينية مال دليمية يحس نفسه قاعد بديوان مال عشاير. فشنو إذا عازمين أحد قدموها بصينية يعني أحلى وأرتب. وإذا تريدون بعد تخلوها هيجي صواني صغار ومعين صغار بعد بكيفكم. بس هذه طريقة دليمية على أصولها. ورا ما استوى عندنا اللحم والسوب صار جاهز، ما اقول لكم شنو ريحه السوب طبعا خرافيه. ننزل السوب وننقع الخبز، والمرحله اللي ورا تنقيع الخبز بالسوب راح نبدا شو نسوي؟ ننزل التمن، تمن البزمتي بريحه الزبده، ما اقول لكم شنو الريحه، راح تجربوها وراح تدعوا لي. ننزل طبقه من التمن فوق التشريب، وبعدين نبدأ ننزل الشعرية نوزعها بطريقة حلوة مرتبة، ونخلي الأطراف الخبز مبين على مود تبين دليمية من تقدموها. ورا ما نوزع الشعرية هيجي بشكل حلو مرتب صارت عندنا 3 طبقات صينية، تشريب والتمن وشعرية. وهسه على الوجه ننزل اللحم وتكون عندنا جاهزة الدليمية العراقية على أصولها. وبالعافية علينا وعليكم، وسهمكم العافية إن شاء الله. لا تنسون المكسرات شوية فستق تنطي منظر حلو ومرتب.
الليمية العراقية بخطوات بسيطة جدا. إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، ونشوفكم فيديو جديد. تحياتي لكم.